السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام، متابعي قناة من الآخر خلاص. معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري المغربي البطولة المغربية الاحترافية الأولى إينوي، وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 19/9/2021 في الجولة الثانية من الدوري المغربي. متابعين الكرام، الجولة بدأت الجمعة 17/9 بتعادل الفتح الرباط أمام سفيد برشيد 1-1. يوم السبت 18/9/2021 الدفاع الحسن الجديد فاز على حسنية أكادير 2-1. متابعينا الكرام، اتحاد طنجة تعادل امام شباب المحمدية 1-1. الرياض السلمي فاز على المغرب الفاسي 3-0. اما اليوم الاحد 19/9/2021 الرجاء الرياضي فاز على اولمبي خريفكا 2-1. احرز دفاع الرجاء حميد حداد في الدقيقة 16 والوامبا نغومة في الدقيقة 90. نهضة بركان تعادل امام اولمبي كاسفي 1-1. سريع وادي الزمام خسر امام الوداد الرياضي 0-2. احرز هدفي الوداد زهير المترجي ومابنزا. كده فاضل مباراه مولوديه وجده والجيش الملكي يوم الاربعاء القادم 22/9 ان شاء الله باذن الله تعالى. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري المغربي. متصدر الدوري الرياضي السلمي في المركز الاول ب6 نقاط، الوداد في المركز الثاني ب6 نقاط، الرجاء المركز الثالث ب6 نقاط، الدفاع الحسن الجديد المركز الثالث مكرر ب6 نقاط، شباب المحمدية المركز الخامس ب4 نقاط، حسنية أكادير المركز السادس ب3 نقاط، نهضة بركان المركز السابع بنقطتين، مولودية وجد المركز الثامن نقطة، يوسفية برشيد المركز التاسع نقطة، أولمبي خريبكة التاسع أيضا نقطة، أولمبي كاسفي أيضا ال9 نقطة، الفتح رباط المركز الثاني 10 بنقطة، كذلك اتحاد طنجة المركز الرابع 10، المغرب الفاسي بنقطة، الجيش الملكي المركز الخامس 10 بدون نقاط، وسريع وادي الزم كذلك بدون نقاط. خلينا نشوف ترتيب الهدافين. زهير المترجي لاعب الوداد في المركز الاول عمل صنع سجل هدفين، بعد كده اكتر من لاعب سجل هدف واحد. متابعينا الكرام، اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.